يعني احكي لنا التفاصيل اكتر، ايه الحكايه يا استاذ محمد؟ يعني حكايه هذا المبنى. طبعا هو المبنى طبعا زي ما حضرتك تفضلتي ويعني قلتي، المبنى طبعا مبنى اثري مسجل في اعداد الاثار بمنطقه اثار اسكندريه. طبعا المبنى دوت من يعني احد هو المباني اثر، الهامه جدا موجود، يعني طبعا هو اثر اثر فعلا. اسلامي، طبعا اثر اسلامي مسجل في وزاره السياحه والاثار، مسجل في منطقه اثار الاسكندريه، القرار 538 لسنه 96. وطبعا قانون حمايه الاثار هنا كفيل ان يحمي اي مبنى اثري، هو محصن بموجب القانون، قانون حماية الآثار هو كفيل يحميه. مش بس كده، ده من ضمن الإجراءات اللي بتتعمل طبعا، من ضمن الإجراءات الخاصة بحماية المباني الأثرية والمواقع الأثرية بيبقى كمان ليها حرم، يعني مش بس بنحمي المبنى الأثري، لا كمان بيتخذ حرم آمن من جميع الجهات عشان نحمي المبنى الأثري، والحرم هنا بيعامل معاملة الأثر، وبالتالي في اقصى حمايه بتتعمل لكل المواقع والمباني الاثريه مش بس المبنى ده، وبالتالي المبنى هنا محصن تماما ضد اي تعدي واي اعتداء. طبعا بيتم المرور على المبنى بشكل يومي، واحنا لما يبقى في مشكله زي كده، وطبعا واحنا مش معنيين بهذه المشكله طبعا، لكن عشان يبقى في مشكله زي كده بيبقى بيتم تكثيف المرور، وده بتعليمات من دكتور مصطفى وزيري، يتم تكثيف المرور على اي مبنى قد نستشعر انه ممكن يتعرض لمشكله، حتى في اوقات يعني اوقات العطلات الرسميه والاجازات وكده والجمعه، وعلى مدار اليوم مش بس الصبح كمان في